بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الشارح رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى. لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، قال المفسرون رحمهم الله: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه أي رغبه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعاً لكلمة المؤمنين، ومعقلاً ومنزلاً للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. الصلاة في مسجد قباء ثواب عمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكباً وماشياً، وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء. جماعة من المسلمين، جماعة من السلف رحمهم الله، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، وعروة وعطية والشعبي والحسن رحمهم الله وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله في الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: تمارى رجلان، أي تجادل رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا، مسجد المدينة. رواه مسلم رحمه الله، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، ومسجد قباء أيضاً أسس على التقوى، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم،
فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، يعني كذلك أسس على التقوى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، وهو الذي بناه المنافقون ليجتمعوا فيه ضد الإسلام، والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك، فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة أي المرضى في الليلة الشاتية، هكذا زعموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا على سفر، أي نحن الآن نريد السفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل، أي فلما رجع من تبوك صلى الله عليه وسلم، فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد الذي بناه المنافقون فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. قال المعلق: كان أبو عامر الفاسق الخزرجي ومنافق قد ذهب إلى هرقل ملك الروم نصراني بعد غزوة أحد يستعديه أن يطلب منه محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، يستعديه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعده هرقل ومناه، فأرسل جماعة من قومه، هذا أبو عامر الفاسق أرسل جماعة من قومه من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، ويغلبه ويرده عما هو فيه عياذا بالله، وأمرهم أي أمر أصحابه المنافقين أن يتخذوا له معقلا أي مكانا يجتمع فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا أي مهيئا له إذا قدم عليهم. فبنوا هذا المسجد، المنافقون بنوا مسجد الضرار، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهدمه عندما أوحى الله إليه بأمره، والذي هدمه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرقه مالك ابن الدخشم أخو بني سالم بن عوف ومعن ابن عدي أو أخوه عامر بن عدي رضي الله عنهما. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، الأماكن التي يذبح فيها المشركون لغير الله لا يجوز للمسلم أن يذبح لله فيها حتى لا يتشبه بهم، لا يجوز للمسلم أن يذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون حتى لا يتشبه بهم والعياذ بالله. وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعده لمعصية الله وصار محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي رضي الله عنه قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا،
مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة رحمهم الله وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا رجال من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، يعني يغسلون الغائط بالماء، يغسلون مكان الغائط بالماء، فغسلنا كما غسلوا، نغسل مكان الغائط بالماء. وفيه رواية عن جابر وأنس رضي الله عنه: هو ذاك فعليكمه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا التطهر هو الذي أثنى عليكم الله به، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فغسل مكان الغائط بالماء تطهر يحبه الله عز وجل. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم رحمهم الله. قال أبو العالية رحمه الله: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. فالتطهر من الذنوب واجب، والتطهر باستنجاء بالماء أيضا يحبه الله جل وعلا. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والله يحب المطهرين، نؤمن بأنه يحب المطهرين محبة تليق بجلاله تبارك وتعالى بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف، يحب محبة تليق بجلاله تبارك وتعالى. الأشاعرة ينفون الصفات وظلوا في ذلك، فالواجب أن نؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على ما يليق به بلا تمثيل ولا تعطيل، أي نفي ولا تأويل ولا تكييف، من نقول على ما يليق بجلال ربنا وعظمته. قوله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، اسم مكان، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل بوانة فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، من أعياد المشركين؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فدل على أنه لا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه المشركون، لا يجوز التشبه بهم. رواه أبو داود رحمه الله وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم رحمهم الله. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور رضي الله عنه، روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قوله: نذر رجل ببوانة، بضم الباء وقيل بفتحها بوانة أو بوانة، اسم مكان. قال البغوي رحمه الله: موضع في أسفل مكة دون يلملم. بوانة موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات رحمه الله: هضبة من وراء ينبع،
يعني مكان جبل صغير من وراء ينبع. المهم أن بوانا اسم مكان. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، حتى لا يكون تشبه بالكفار. قاله المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي من أعياد المشركين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أموراً، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقاً، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين عيداً. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد، أي حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، أي تأتون إليه في كل وقت. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر رضي الله عنه، فإن لكل قوم عيدا. قال المعلق: في قرة العيون: وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله، ويسمونها عيدا كمولد البدوي بمصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. لا يجوز البناء على القبر، ولا تجوز الصلاة عند القبر، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلاً للعبادة، لكونها صارت محلاً لما حرم الله من الشرك والمعاصي. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله، فلا نفعل في هذه الأمور، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلاً لما يسخط الله تعالى. فبهذا صار الحديث شاهداً للترجمة، والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح، وإنما ذكر الذبح كالمثال. قلت: وفيه سد الذريعة، أي سد أسباب الشرك وطرق الشرك. وفيه سد الذريعة، يعني سد التشبه بالكفار وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: فأوفي بنذرك، إذا لم يكن فيه وثن من أوثان الجاهلية وليس فيه عيد من أعياد الجاهلية، أوفي بنذرك لله تعالى. هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله، أي لا يجوز، أي في محل أعيادهم، معصية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك، تعقيب للوصف بالحكم
بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين، أي ليس فيه وثن ولا عيد من أعياد الجاهلية. فلما قالوا لا، أي ليس فيه وثن يعبد وليس فيه عيد من أعياد الجاهلية، قال أوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية فلا يجوز الذبح لله في ذلك المكان لأن فيه تشبه بالمشركين، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين إذا نذر معصية لا يعصي الله، ولكن هل يجب أن يكفر كفارة يمين؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد رحمه الله، أحدهما يجب يعني أن يكفر كفارة يمين، لا يعصي الله ويكفر كفارة يمين. وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. لكن الحديث قال الترمذي، قال المعلق، قال الترمذي رحمه الله هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وقال غيره لم يسمعه الزهري من أبي سلمة، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم، وسليمان متروك أي ضعيف، وقال مثل هذا أبو داود بعد إخراجه إياه. والثاني، القول الثاني، لا كفارة عليه، وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي رحمهم الله لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق الخبر المطلق يحمل على المقيد، يعني فعليه أن لا يعصي الله ويكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، أو إذا لم يقدر فصيام 3 أيام. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال في شرح المصابيح رحمه الله يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، إلى شيء معين ولكن لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فلا يجوز لأن عبد ليس له، ليس ملكه. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته، أي يصير دين لله، متى ما قدر يعتق. قوله رواه أبو داود رحمه الله وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم رحمهم الله. وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني رحمه الله، صاحب الإمام أحمد رحمه الله، ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما رحمه الله، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء
مات سنة 75 رحمه الله.